نعم، نرحب بكم من منتدى كرة العالم في نسخته الرابعة واليوم الختامي هنا، ربما من أهم النقاط التي أشاد بها العالم أجمع وأشاد بها الوفود داخل المنتدى سواء المصريين أو حتى الأجانب، هي التعقيمات والجزء الخاص بالإجراءات الاحترازية، وربما أيضا هو ما أشاد به جميع الدول خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا. ولكن استطاعت الدولة المصرية أن تقيم هذا المنتدى في نسخته الرابعة بالحفاظ الكامل على الإجراءات الاحترازية والسلامة العامة أيضا لكل المشاركين وسط إشادات كبيرة وانبهارات بالفعل من المشاركين. نتحدث عن هذا المجهود الرائع معي الآن الدكتور علاء مهدي، هو مسؤول تعقيمات المنتدى هنا في مركز المؤتمرات من شرم الشيخ. برحب بحضرتك يا فندم معنا. تكلم يا فندم عن مجهود كبير جدا قمتم بيه، كلمني عن الخطوات اللي انتم قمتم بيها والمراحل والتعقيمات وطرق وأساليب التعقيمات هنا في المنتدى. الأول المراحل الخاصة بالتعقيم بدأت من قبل ما فعاليات المؤتمر تبدأ أصلا، من حوالي أسبوع قبل الفعاليات ما تبدأ بأسبوع، عشان العمل العظيم اللي حضرتك شايفه ده في أكتر من 2000 عامل اشتغلوا عليه، عمالة رهيبة اشتغلت على الشكل اللي حضرتك شايفه ده. فكنا موجودين من قبلها بأسبوع بنعقم من أول ما أول عامل يدخل لحد ما آخر عامل بيطلع، عشان خاطر نضمن إن ما بقاش في أي أماكن في حصل فيها تلامس ويكون لا قدر الله في أي نوع من أنواع العدوى أو الإصابة. طبعا كده كده في معمول بي سي آر للناس كلها، ومتأكدين أن الناس واخدة الفاكسين بتاعها، بس لنعمل الإجراءات الاحترازية بتاعتنا كلها. فكان في تعقيمات قبل ما المؤتمر يبدأ. المرحلة الثانية كانت في المطار، مطار شرم الشيخ. أول ما الوفود بتوصل على المطار بيلاقوا ديسبنسرز موجود عليها، بيلاقوا استندات موجود عليها الماسكس أو قناع الوجه، وبيبقى معاهم الديسبنسر الموشن سنسور. بمجرد ما الجست بيحط ايده تحت الديسبنسر بيلاقي الكحول بيترش على ايده عشان نضمن ما يحصلش اي تلامس. الصراحه يعني شركه بي انترناشونال عامله مجهود جبار في الموضوع اللي يخص التعقيم في المؤتمر، من يو في روبوتس، من ستاندز، من ديسبنسرز، من كل ما يخص التعقيم من هاند جل وكحول ووايبس، من علامات عشان الناس تاخد المسافات بتاعتها. احنا بنتكلم في 196 دولة موجودة معانا في المؤتمر، جنسيات مختلفة، ترافيك رهيب، في قاعات بيوصل الترافيك فيها لأكتر من 10,000 فرد. فاحنا كان دورنا هنا جوه الكونفنشن المرحلة الأخيرة ان احنا بنعقم قبل ما يبدأ أي وركشوب أو قبل ما يبدأ أي إيفنت، بنعقم قبلها وبنعقم بعد خروج الناس. المواد اللي بنستخدمها في التعقيم هي ابروفد من الـ WHO، من منظمة الصحة العالمية، هي فيري سيف على الجلد، آمنة على الجهاز التنفسي، وزي ما قلت لحضرتك ان هي معتمدة من منظمة الصحة العالمية. دكتور علاء، خلينا كمان نتكلم على فكرة مهمة جدا، هي انتوا بتبتدوا من الساعة كام تقريبا شغل التعقيمات، وبتخلصوا امتى؟ بيبقى هو قبل وجود الناس وخلال وجود الناس وبعد وجود الناس، وكمان في الجزء الخاص بمثلا الأوكر مثلا الخاصة بالبيبان، الأماكن دي أعرف ان هي تعقيم ذاتي، كمان كلمني عن ده شوية، وكمان كلمني عن عدد ساعات العمل وعدد العمال اللي شرحت لي، قلت لي أكتر من 2000 عامل بالفعل بيتعاملوا ده، كلمني أكتر عن المجهودات دي. فريق التعقيم عندنا متقسم مجموعات عشان يقدر يغطي كل اللوكيشنز اللي موجودة جوه المؤتمر. احنا عندنا حوالي 5 أو 6 فرق. في فريق مسؤول عن تعقيم الحافلات بره المؤتمر اللي هي بتنقل الضيوف من الفنادق للمؤتمر. احنا عندنا تقريبا اكتر من 890 حافلة، سواء عربية كبيرة او اللي هي العربيات السقف العالي والكوسترز. احنا عندنا كمان فريق بيتابع اعادة ملء الديسبنسرز عشان ما يبقاش في ديسبنسر بيفضى، عشان زي ما قلت لحضرتك الترافيك بيبقى عالي، ففي كونسومشن بيبقى عالي على مواد التعقيم. بيبقى عندنا فريق بيبقى خاص بالمسرح الرئاسي وخاص بالمسارح اللي بيتم فيها اي وركشوب. في فريق كمان بيبقى بديل للفرق دي كلها عشان يقدر يغطي الاعداد دي كلها. احنا عندنا تقريبا 3 ورديات للموضوع ده. احنا
بتشتغل قبل ما الناس بتوصل حوالي الساعه 6:30 الصبح او 7 الا ربع الصبح، وبنمشي مع اخر جيست بيمشي او بعد ما اخر جيست بيمشي حوالي الساعه 10 مساء، بحيث ان بضمنين ان تم تعقيم كل الاماكن الموجوده في المؤتمر. احنا بنعمل زي ما بيقولوا كده اللي علينا، وده كله بتوفيق ربنا ان احنا يا رب يكرمنا وما يبقاش فيه اي نوع من انواع نقل العدوى او الاصابه. كان في ستريس رهيب خلال المؤتمر، بس من اجمل الحاجات اللي حصلت لنا الفيدباك اللي جالنا وخصوصا من الاجانب، انه احنا بنطمن لما بنشوف الفريق الجبار ده، لما بنشوفه داخل اي لوكيشن احنا بنطمن، احنا عارفين الناس داخله تعقم قبل المؤتمر او قبل الايفنت اللي هيحصل وبعد ما بيخرجوا، فقالوا لنا احنا بنطمن بوجودكم. فالحمد لله ربنا وفقنا وربنا يكرم ان شاء الله في اي ايفنت جاي باذن الله. دكتور علاء مهدي، فعلا مجهود كبير جدا جدا قمتوا بيه، احنا كمان بنشكركم عليه، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفيه. وفعلا اكيد احنا لازم نوجه الشكر للدكتور علاء وايضا لكل الرجال الاقوياء ربما المسؤولين عن هذه المهمة الصعبة في ظل هذه الظروف الصعبة، رجال بالفعل من خلفي الآن يقفون يعملون أكثر من 12 ساعة يوميا بتواصل، لا يتوقفون أبدا عن العمل من أجل سلامة وصحة جميع المشاركين في حقيقة الأمر. تعقيم ذاتي، تعقيم عن طريق الأشخاص المتواجدين من خلفي، تعقيم عن طريق الروبوتس وهي أيضا التحول الرقمي، لذلك وسائل عديدة وكبيرة جدا جدا، لذلك نقدم لهم أيضا الشكر نحن من بالفعل. أشكرك أولا كريم بيبرس على هذا اللقاء الشيق، وجزيل الشكر أيضا لجنود مصر المجهولين الذين يعني ندين لهم بالفعل في نجاح هذا المؤتمر والخروج به بوجه مشرف.